أداء مخيب للنادي الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري وتعادل سلبي في ثالث جولات المجموعة الأفريقية لدوري الأبطال الأفريقي. الأهلي لسه بيحتل المركز الأول بسبب التعادل، وإحنا شايفين يعني الأجواء ما كانتش أحسن حاجة امبارح. طبعا ميدياما ويانج أفريكانز تعادلوا، فبالتالي زي ما أنت قلتي بالفعل النادي الأهلي بيحتل المركز الأول، لكن ده مش الأداء اللي كان مستنيه جمهور النادي الأهلي. أداء النادي الأهلي عمل حالة من عدم الرضا عند الجمهور، خصوصا قبل انطلاق مباريات كاس العالم للأندية. خلونا نتكلم أكتر عن مباراة الأهلي بالأمس وفرص الأهلي وأسباب تراجع الأداء خلال الفترة اللي فاتت، وكمان مباراة الزمالك. الزمالك عنده مباراة مهمة جدا مع سجرادة الأنجولي النهاردة في بطولة الكونفدرالية مع الأستاذ حمدي الحسيني الناقد الرياضي. صباح الخير عليك أستاذ حمدي. صباح الخير أستاذ. يا أهلا بحضرتك. أهلا بيك. هنبدأ طبعا بقراءتك وتحليلك لمباراة الأهلي بالأمس. والله النادي الاهلي انا معاك ان هو الاداء ما كانش في افضل حالاته، لكن نقدر نقول في الشوط الثاني، لكن الشوط الاول الحقيقه اللعيبه قدموا عرض طيب، ضيعوا فرص كتير، وهنقف كتير عند حكايه ضياع الفرص، لكن بيوصلوا للمرمى كتير، بيخلقوا فرص، ما كانش في توفيق، كان في تسرع ورعونه بعض الشيء، لكن في الشوط الثاني طبعا تراجع الاداء، وخصوصا الاداء البدني كالعاده اتاخر مارسيل كولر في تغييراته شويه، يعني كان المفروض يبقى التغييرات بدري اكتر من كده، لكن الاجمالي ان النادي الاهلي تعادل على ملعبه بعد 7 مباريات متتاليه في افريقيا بيفوز على ملعبه، ده اول مباراه ما يفوزش فيها، فده مؤشر مش كويس. 3 مباريات محليه وافريقيه بيتعادل فيها والاول مره مع مارسيل كولر، فدي كلها مؤشرات طبعا بتقلق جمهور النادي الاهلي قبل بطوله كبيره قوي هي كاس العالم للانديه اللي المفروض الاهلي ان شاء الله يشارك فيها، هتقام في السعوديه وهيقابل يعني اللي هيفوز من اتحاد جده واوكلاند سيتي، والاقرب طبعا كلنا مرشحين اتحاد جده السعودي. طيب كولر ظاهريا التشكيل كان ممتاز، ما اعتقدش انه بدايه كده كان في مشكله، لكن احنا زي ما حضرتك بتقول في اهدار للفرص، في عدم توفيق، عدم توفيق طبعا من ربنا، لكن الملعب برضو ما كانش الشباب قادرين يتعاملوا فيه كويس. والله يعني برضو أنا هقف عند تصريح مارسيل كولر عن الملعب، ملعب برج العرب، هو حتى ماركوس باكيتا مدرب شباب بلوزداد هو كمان قال إن الملعب حالته ما كانتش أفضل ما يكون، يعني نادي الأهلي بقى بيفضل مع مارسيل كولر إن هو يلعب في استاد القاهرة، وبيقول إن ده الملعب النموذجي الوحيد اللي ممكن النادي الأهلي يلعب ويفوز فيه، لكن برضو أنا بقول هو في حاجة اسمها كده في الكورة، يعني بالزبط. في حاجة اسمها يلعب في الأرض دي ما يلعبش. صحيح، لا شك ان استاد القاهره طبعا من الملاعب الفاخره جدا في افريقيا والوطن العربي، لكن يعني خلينا نقول بقى ان النادي الاهلي بيلعب في ملاعب افريقيه سيئه جدا، ومع ذلك في بعض المباريات بيحقق الفوز، فمش عايزين نعلق المساله على انه الملعب ما كانش استاد القاهره. بعيدا عن موضوع الملعب، انا يعني استوقفني جدا ان مارسيل كولر بيقول ان اضاعه الفرص من لاعبيه لغز بالنسبه له. طب مين اللي هيحل اللغز اذا ما كانش المدير الفني هو اللي يتعامل معاه بشكل جيد وهو اللي يقدر يحل اللغز ده؟ فطبعا غريب على الرغم ان هو كمان قبل المباراه على طول كان بيتكلم في انه درب لعيبته على اهدار الفرص، يعني اللمسه الاخيره اللي بيحرزوا فيها هدف دي دايما بيضيعوها، فهو كان بيقول ان هو درب لعيبته على ده. هو يعني بيشتكي من انه في ضغط مباريات وانه ما بيلحقش يعمل اللي يخليه يعالج سلبيات الفريق، لكن انا بقول ان ده مش مبرر، لان النادي الاهلي قبل بدايه الموسم خد فتره راحه كويسه، لعيبه خدت فتره راحه معقوله جدا ما كانتش بتحصل فيها المواسم السابقه، الى حد كبير بقى في انسجام ما بين اللعيبه وما بين المدرب، يعني مش حجه ان هو مش قادر يعالج السلبيات، لكن مثلا هو تعاقد مع لاعب اللي هو انتوني موديست طبعا الفرنسي، وما نقدرش نقول ان اداره النادي الاهلي هي اللي فرضته عليه، فهنا اختيار سيء، كان المفروض ان هو يحسن الاختيار لانه هو جايب لاعب المفروض هو اللي اختاره، والمفروض ان هو يعني عنده صولات وجولات في اوروبا، فالمفروض ان هو كان يدقق في اختياره، لان كلنا شفنا ان اللاعب تقريبا جاي يعتزل في النادي الاهلي يعني. فده لاعب كان ممكن يحل مشكله النادي الاهلي الهجوميه، فلقينا ان هو بيزيد من تعقيد المشكله، ولاعب زي كهربا مثلا اللي هو جناح وكلنا عارفين ان هو مش راس حربة صريح، هو اللي في اوقات كتير بيحل المشاكل الهجوميه للنادي الاهلي، لكن في بعض الاوقات ما بيبقاش موفق زي امبارح، بيحاول كتير لكن التوفيق ده بتاع ربنا يعني. طيب احنا شايفين ازمه ثقه ابتدت تحصل شويه
عند لاعبي الاهلي، يعني خسارات متتاليه وهم مش متعودين ابدا على كده. المدير الفني تصريحاته متضاربه ان هو مش عارف يحل اللغز، يعني في ازمه ابتدت تحصل ربنا يبعدها يعني قبل ما نوصل لكاس العالم للانديه، لكن احنا شايفينها وابتدت تظهر بشده. كيف يتم التعامل معاها ولاعيبه الاهلي تقدر تستعيد ثقتها بنفسها سريعا؟ انا عايز اقول ان ازمه الثقه دي كان السبب الرئيسي فيها فقدان النادي الاهلي بطولتين مهمين قوي افريقيتين، طبعا كاس السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري، ودي كانت مفاجاه بالنسبه للنادي الاهلي لانه كانت لاعبته وجماهيره يعني حاسين انه المنافس اقل خبره، ودي حقيقه اقل خبره من النادي الاهلي بكتير. فخساره اول بطوله، بعدها خسر البطوله الثانيه اللي هي الدوري الافريقي وهي بطوله مستحدثه وبطوله جوائزها كبيره جدا. فالنادي الاهلي برضو خسر امام صن داونز الفريق اللي انا بعتبره من افضل الفرق الافريقيه في السنوات الاخيره، فبطولتين ورا بعض في تقريبا في شهرين او في شهرين ونص النادي الاهلي يخسرهم، طبيعي ان لاعبته يبقى عندها ازمه ثقه والجماهير بتضغط عليهم، لانه الجماهير خصوصا جماهير النادي الاهلي ما بترضاش غير بالمركز الاول في اي بطوله. اعتقد انه ازمه الثقه دي مش هتتحل الا ببطوله، والبطوله دي ممكن جدا تكون كاس العالم للانديه. ما بقولش ان النادي الاهلي رايح ياخد اللقب، لكن لو النادي الاهلي فاز على اتحاد جده يوم الجمعه وتاهل الى نصف النهائي، اعتقد ان ده ممكن يعيد الثقه للاعبته. لو وصل للمباراه النهائيه، وده حلم كبير قوي جمهور النادي الاهلي بيحلم بيه بقاله سنوات طويله، لو النادي الاهلي وصل بس للمباراه النهائيه في كاس العالم للانديه، اعتقد ان هو هيستعيد الثقه. صحيح. ويقدر يكمل الموسم بشكل جيد. وبرضو انا عايز اقول انه في النهايه النادي الاهلي ما زال متصدر مجموعه الرابعه في دوري الابطال، 5 نقط صحيح وتعادل في مباراتين متتاليتين، لكن هو اللي متصدر المجموعه. طيب حضرتك قلت في بدايه الكلام ان كان في من خلال مشاهدتك لمباراه الامس في رعونه من جانب البعض، تقصد مين بالظبط؟ والله يعني انا بقول ان كهربا علشان هو عايز يسجل اهداف ويخدم فريقه وبيحاول كتير، لكن اعتقد ان هو كان عنده رعونه امبارح. بيرسي تاو رغم مجهوده ورغم لمساته اللي بيقدر يوصل بيها زمايله في اوقات كتير للمرمى، الا ان برضه في بعض الاوقات كان عنده رعونه. لما اللعيبه البدلاء نزلوا كمان طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد كله مستعجل، انا شايف ان في استعجال كبير جدا، وكل ما الهدف بيتاخر في مباريات النادي الاهلي لعبته رغم ان عندها خبرات كبيره، الا ان بلاقي فيه رعونه كبيره قوي، في تراجع في مستوى لاعب كان من مفاتيح اللعب في النادي الاهلي هو علي معلول، وده واضح بطبيعه الحال لان سنه برضه وصل ل 34 سنه، والمركز اللي بيلعب فيه محتاج مجهود كبير جدا. ولذلك النادي الاهلي انا بقول ان هو غلط في بدايه الموسم ان هو ما وفرش بديل لعلي معلول، لكن هم شغالين على الملف ده، واعتقد انه ممكن يكون في لاعب اما في يناير او في نهايه الموسم بكتير قوي النادي الاهلي يتعاقد معاه كظهير ايسر يكون بديل لعلي معلول، لانه لو النادي الاهلي جدد لعلي معلول هيكون موسم واحد فقط. لو جدد لعلي معلول، فهناك بعض اللاعبين في النادي الاهلي عندهم رعونه كبيره جدا امام المرمى، وبرضه ما فيش مارسيل كولر من المسؤوليه لانه دايما بيتاخر في تغييراته. يمكن التشكيل امبارح كان كويس في بدايه المباراه، لكن انا عندي تحفظ على مركز واحد ان هو كان بيلعب بمجدي محمد مجدي قفشه ومخلي امام عاشور بره، لا انا بقول ان امام عاشور لاعب عنده الابداع والابتكار في النادي الاهلي بشكل كبير جدا، لو بدا بيه المباراه اعتقد ان هو يكون افضل. طيب حضرتك موافق مارسيل كولر على استبعاد عبد القادر واكرم توفيق؟ انا شايف انه لغز كبير قوي استبعاد عبد القادر، صحيح اللاعب يبدو وكانه في بعض الاوقات مثير للمشاكل، لكن ما هي دي مهمه المدير الفني ان هو يسيطر على غرفه الملابس ويقوم اللعيب نقول سلوكيا ويقدر ياخد منه احسن حاجه فنيه، لكن الاستبعاد انا شايفه مش حل. احمد عبد القادر كلنا نتفق ان هو لعيب مهاري جدا وحل من الحلول اللي ممكن في خلال 15 او 20 دقيقه في نهايه المباراه بعد ما الفرقه اللي قدامك بتكون تعبت بدنيا يقدر احمد عبد القادر يعمل لك حلول ويوصل اللعيبه للمرمى. فانا شايف انه التعامل مع احمد عبد القادر لازم يكون مختلف شويه. الاستبعاد او الاستغناء عنه هيكون خساره للنادي الاهلي وخساره للاعب طبعا. احنا شفنا الشوط الاول كان في محاولات او كان في فرص ممكن تكون تعتبر من الفرص الضائعه، رامي ربيعه حاول، شفنا بيرسي تاو حاول، يمكن كهربا حاول وما توفقش. الاداء
اختلف خالص في الشوط الثاني، يمكن مهارات اللعيبه، القدره البدنيه، واعتقد دي واحد من المشاكل اللي قعدنا فتره طويله جدا نتكلم فيها، القدره البدنيه للاعبين. المباراه بتبتدي بشكل وبتنتهي بشكل ثاني، الى الان مفيش حد قادر يظبط نقطة القدرة الاحتمالية للاعبين دي؟ هو زي ما حضرتك بتقولي، هي مسألة اللياقة البدنية عند لعيبة النادي الأهلي بتتراجع كتير قوي في الشوط الثاني، مش في مباراة امبارح بس، لا في عديد من المباريات الأخيرة. واضح طبعا أنه ضغط المباريات أحد العوامل، لكن نقدر نقول برضو أن مارسيل كولر بيعمل تلاحم تدوير المواسم كتير. مثلا؟ لا، الموسم ده الحقيقه الوضع افضل النادي كتير، الأهلي افضل بكتير من المواسم السابقه. خدوا فتره راحه معقوله، ومارسيل كولر كمان كلنا كنا بنشيد بيه الموسم اللي فات لانه بيعمل عمليه روتيشن او التدوير بشكل جيد، فهي برضو مش عذر كبير للعبة النادي الاهلي. صحيح بيشاركوا في بطولات كتير، وبطوله الدوري الافريقي بالتحديد الحقيقه اللي كانت مستحدثه الموسم ده ضغطت عليهم بشكل اكبر، وانا بقول انها جايه في وقت برضه غريب شويه، لابد ان الاتحاد الافريقي يعيد النظر في مساله التوقيت بتاعها. لكن بدنيا كلنا ملاحظين ان لعيبه النادي الاهلي مرهقين، بيجوا في الشوط الثاني دايما وبيقل ادائهم. يمكن شباب بلوزداد امبارح في الشوط الثاني سيطر الى حد ما على يعني مجريات اللعب، وقدر ان هو يخلق فرص. امبارح كان اسحاق بن صوف امبارح حاول، كان ممكن يعني في اواخر الشوط الثاني فعلا كان ممكن صحيح كان يبقى هدف شبه محقق، يعني اكتر من فرصه لفريق شباب بلوزداد، ومنهم فرصه خطيره جدا كان ممكن النادي الاهلي كمان يخرج خسران من المباراه، ودي كانت هتبقى يعني هتصعب موقفه جدا. لكن الحمد لله بنقول ان النتيجه ما هياش مرضيه، لكن افضل من ان النادي الاهلي كان يخسر امام شباب بلوزداد. واتوقع ان شاء الله انه في بقيه المباريات لعيبه النادي الاهلي يكون ادائها افضل من الناحيه النفسيه والمعنويه ان شاء الله. ده بناء على ما بيفعله دايما النادي الاهلي في دور المجموعات، دايما بيبقى متعثر، الاداء مش افضل حاجه، لكن في النهايه بيفوز بالبطوله. فحضرتك بتتوقع ده؟ والله خلينا نفتكر البطوله اللي فاتت بالتحديد يا استاذ محمد، النادي الاهلي كان قاب قوسين او ادنى من ان هو يخرج من البطوله تماما، وما كانش الموضوع في ايديه كمان، يعني كان معتمد على انه فريق صن داونز ما يخسرش من الهلال السوداني في اخر مباراه. وكلنا فاكرين السيناريو الدراماتيكي جدا لما جت في الدقائق الاخيره ركله جزاء لفريق الهلال السوداني والنتيجه تعادل. لو احرزها النادي الاهلي بره البطوله، ومع ذلك تصدى ليها ويليامز الحارس طبعا الشهير لصن داونز، والنادي الاهلي كمل البطوله وقدر ان هو يفوز بيها. فدايما النادي الاهلي في السنوات الاخيره لما بيبقى متعثر خلال دور المجموعات، بعد كده في الادوار الاقصائيه الخبرات بتزيد وبتبان قوي عند لعيبه النادي الاهلي، بيدخلوا في الفورمه زي ما بنقدر نقول. بالظبط، وده اللي احنا بنتمناه. كتير من الفرق العالميه يعني، وخصوصا المنتخبات، بيحصل معاها ده. يمكن منتخب ايطاليا مثلا في البطولات الكبيره، كاس عالم، امم اوروبا، دايما بيبدا بدايه هاديه قوي وبعد كده نلاقيه بياخد اللقب. منتخب المانيا في اوقات كتير، فده يعني بالنسبه للفرق الكبيره اللي عندها خبرات بيكون ظاهره يعني. الاهلي محتاج ايه قبل كاس العالم للانديه؟ والله انا بقول ان هو محتاج يعني تزيد الثقه بين المدرب وبين لاعبته وبين الفريق بشكل عام وبين جماهيره. اعتقد ان الامور النفسيه هتفرق كتير قوي مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. وبالمناسبه فريق اتحاد جده ليس افضل حالا من النادي الاهلي في الامور الفنيه والبدنيه، وشفنا المباراه الاخيره في الدوري السعودي وهو بيخسر من فريق ضمك السعودي خساره مفاجاه وكبيره بالثلاثه يعني. يعني كل الفرق اللي داخله كاس العالم تقريبا للانديه بتعاني، فالنادي الاهلي ان شاء الله يدخل بدفعه معنويه كده اعتقد انها تفرق معاه. طيب نروح لمباراه الزمالك وسجرادة، بتتوقع ان يكون شكل الزمالك فيها ازاي؟ والله الزمالك من حسن الحظ ان هو بيلعب في مجموعه في المتناول، وكمان بعض الفرق ما بتلعبش على ملعبها زي فريق سوار الغيني. قدر نادي الزمالك ان هو يتفق معاه انه يلعب المباراتين في مصر، فده من حظ نادي الزمالك، حصد 6 نقاط من الفوز على سوار، وقبلها برضو كان فايز على فريق ابو سليم الليبي اللي هو انا بقول ان هو اقوى الفرق مع نادي الزمالك في المجموعه. كان فوز صعب لكنه تحقق 1-0، فاعتقد انه ان شاء الله فرصه نادي الزمالك كبيره جدا ان هو يفوز على سجرادة، ويضمن الى حد كبير بعد ما يوصل للنقطة التاسعة التأهل إلى الدور القادم. ونادي الزمالك من المرشحين الأقوياء للفوز باللقب في البطولة دي. صحيح في بعض الفرق العربية زي نهضة بركان وزي اتحاد الجزائر وزي الإفريقي التونسي العائد في الموسم ده
المستوى المعهود يعني، دي الفرق تقريبا اللي هتنافس نادي الزمالك، ونتمنى ان كمان مودرن فيوتشر ان شاء الله يكون من المنافسين على اللقب في البطوله دي. تجديد التوقيع بالامس لمعتمد جمال ده ممكن يضمن مزيد من الاستقرار ومزيد من الهدوء في الفريق؟ بكل تاكيد الكابتن معتمد جمال جه في ظروف صعبه جدا جدا بعد الاستغناء عن خدمات المدرب اوسوريو، فريق كان مفكك، ما كانش عنده استقرار فني، اللعيبه ما كانوش عارفين هم يعني التشكيل او الخطه اللي هيلعبوا بيها في كل مباراه، لان الراجل ما كانش عنده استقرار اوسوريو في مساله التشكيل وخطه اللعب. جه الكابتن معتمد جمال بس حط كل لاعب في مكانه، وده يعني ابسط حاجه الراجل عملها، فظبطت الفرقه بسرعه جدا، النتائج اتحسنت معاه قوي. اعتقد انه الابقاء عليه لنهايه الموسم على الاقل خطوه مهمه جدا جدا لاستقرار نادي الزمالك فنيا. طيب نروح لمباراه بيراميدز وسان داونز، ولسه حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي عن اداء سان داونز خلال الفتره اللي فاتت، توقعاتك لشكل المباراه هيكون عامل ازاي؟ والله انا شايف انه بيراميدز حط نفسه في موقف صعب جدا بالخساره امام نوازيبو الموريتاني، دي كانت خساره مفاجاه جدا. فريق بيراميدز عنده سكواد يعني مش عايز اقول من اقوى التشكيلات اللي موجوده في افريقيا مش في مصر بس، عنده وفره في كل المراكز، لاعب واثنين وثلاثه، فان هو يخسر وخصوصا ان هو بيجيد اللعب خارج ملعبه، ان هو يخسر بالسهوله دي اللي احنا شفناها امام فريق موريتاني وطبعا وله كل الاحترام يعني، فكده حط نفسه في موقف صعب جدا. صحيح عنده ثلاث نقاط، لكن فرقه سان داونز هو هيلعب معاها خارج الملعب ثم على ملعبه، وفرقه سان داونز ما بيفرقش معاها بالمناسبه. فاعتقد ان موقف بيراميدز صعب جدا لو ما حققش فوز واحد على الاقل في المباراتين امام سان داونز، وفرصته كويسه انه سان داونز ما كانش بيعرف الهزيمه على مدار 16 مباراه افريقيه متتاليه، خسر من مازيمبي. فاعتقد انه يعني بيراميدز المباراه دي هي المباراه الحاسمه بالنسبه له، هيكمل في البطوله ولا لا، فلازم على الاقل على الاقل ان شاء الله ما يخسرش في جنوب افريقيا ويكسب في مصر، كده نقدر نقول ان هو ممكن يكمل، غير كده بيراميدز موقفه صعب جدا. يمكن نقول عليها سلاح ذو حدين، قد يستطيع اللعيبه انهم يشحنوا نفسهم وينزلوا ويقدروا يلعبوا بشكل جيد، او هيكونوا تحت ضغط شديد فبرضه ممكن يعني تبقى النتيجه مش احسن حاجه. على العموم زي ما بنقول الكوره في الملعب، هنتابع بكره ايه اللي هيحصل. كل الشكر ليك الاستاذ حمدي الحسيني النقد الرياضي، نورتنا وشرفتنا، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا استاذ محمد، شكرا.